السلام عليكم، تحية طيبة ومرحبا بكم معي في هذا اللقاء أو في هذه السلسلة لنقدم من خلالها مجموعة من الأسماء للجزائريين تحصلوا على الجنسية الفرنسية عن طريق سيناتيست كونسيل. طبعا كالعادة كل يوم أحد نقدم هذه السلسلة في تيك توك كما قلت الانستغرام والفيسبوك، أما في اليوتيوب أقوم بتقديمها كل يوم السبت على الساعة 10. إذا بدون إطالة مباشرة نبدأ في الأسماء. عندنا ديبارتمون كونستانتين cette fois قاسمي صلاح بن العربي. alors né le 2 janvier 1876 à Philippeville هي حاليا سكيكدا على ما اعتقد كونستانتين، واذا كان غلط ماذا بكم تصحوا لي. demeurant à Batna هو عايش في باتنا، دونك الاحفاد ديالو يقدروا يكونوا راهم في باتنا اليوم كما يقدروا يكونوا في ولاو لبلادهم اللي هي فيليبيل اللي يقولوا سكيكدا. الشخص الثاني المعادي عمار بن مسعود بن بلقاسم ني او 1881 ا ميل سيمون كونستانتين. دونك ميل سيمون ما على باش اليوم، ماذا بكم المتتبعين لا تعرفوا ميل سيمون ما اسمها في يومنا الحالي، تعطيونا ولا تخليونا ان كومونتير. الشخص الثالث اللي هو موسى عبد الله بن علي، موسى عبد الله بن علي زيد 1867 ا جابس، جابس تونسي في تونس، جابس في تونس. والشخص الرابع هو مبارك بن احمد بن جمعي، دونك مبارك بن احمد بن جمعي سولدا 3 ريجيمون زائد 1869 ا غارديمو غارديما غاردي ماو غارديماوي غارديماوي في تونس، راهي في تونس غارديماو. هذه وين جات ولا كيفاه اسمها ولا اسكو ليكزيست مانو ولا لا، الله اعلم. دونك هذو هم الاسماء اللي اخترناهم لهذه الامسيه. نقول لكم خوتي تحيه طيبه وشكرا للمتابعه، تلقاو نهار الاحد الجاي ان شاء الله. الف سلامه مني لكم.